روى الطبراني بإسناده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وقوله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، التنصيص على هذا قد يستفاد منه أن الشر لا ينعدم، وأن الصراع بين الحق والباطل قائم حتى في أشرف العصور وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن على الداعية في هذا العصر أن يتصبر وأن يحتسب في دعوته إلى الله عز وجل، ولا يهولنه ما يرى من كثرة المخالفات الشرعية، سواء في الاعتقاد أو في السلوك أو في المنهج أو في نحو من ذلك. ولذا وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا ووجد السراق، ولكن فشو المنكرات والمخالفات تختلف بحسب العصور والأزمنة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.